حياكم الله مشاهدي الكرام، اهلا ومرحبا بكم معنا من في هذا الصباح. من هذا المنبر بدنا ننطلق لتسليط الضوء على برنامج عجبتني فكرته ولفت نظري، انه الاول في المنطقه الوحيد في المنطقه وايضا الوحيد في الجامعات الاردنيه. احنا بنعرف انه في الجامعه الاردنيه في عديد من الجامعات الاخرى في كليه تمريض، الجامعه الهاشميه واحده من الجامعات الاردنيه اللي فيها كلية التمريض، لكن طرحوا برنامج الجامعة الهاشمية، طرحوا برنامج تمريض السرطان. احنا بنعرف انه حالات السرطان هلا زاد عددها او لم يزد عددها، لكن حالات السرطان موجودة في الأردن. كلية التمريض في الجامعة الهاشمية انتبهوا لانه السرطان يحتاج الى عناية خاصة، الى تمريض متخصص في موضوع السرطان. على كل حال حبيت اعرفكم على هالنوع الجديد من التخصص، وخصوصا انه يطرح لطلبة الماجستير في مجال التمريض. ضيوفي بدي اعرفكم عليهم، سيد محمد خضر، اهلا وسهلا فيك استاذ محمد، وايضا الست علياء ناطور، هم من طلاب الماجستير في كليه التمريض او تمريض السرطان في الجامعه الهاشميه، اهلا وسهلا فيكم. هلا انتم بتشتغلوا، يعني الست علياء بتشتغل في مستشفى البشير وحضرتك بتشتغل في مؤسسه الحسين للسرطان. هلا في مجال السرطان ايضا تشتغل؟ لا انا نسائيه حاليا. نسائيه وبتتخصصوا ماجستير في السرطان. طيب هلا انت درست بكالوريوس تمريض مزبوط؟ تمام. وتخصصت بالماجستير للسرطان، شو اللي بيميز هلا؟ في ميزه يعني ليش ما كملت ماجستير تمريض بشكل عام؟ تمريض هسه هو اول شيء بنشكركم لاستضافتنا. هلا هو دائما بالبكالوريوس الواحد بياخذ نظره عامه، فبياخذ التمريض بشكل عام. في الماجستير الاحسن الواحد انه يتخصص، دائما الواحد لما يتخصص بشيء معين بيبدع. مزبوط. بالضبط، لما دائما تتخصص بشغله فالواحد بيبدع فيها. وبالنسبة ليش تمريض السرطان، اللي بميز تمريض السرطان بالجامعة الهاشمية زي ما تفضلتي انه هو الاول على مستوى الأردن، بل هو الاول على مستوى الشرق الاوسط. انا حاولت ابحث في الموضوع وعميدة الكلية خبرتني انه هو الاول. بالضبط. في المنطقة هو الاول على مستوى الشرق الاوسط. مزبوط. وهو يضاهي البرامج العالمية. لما الدكتور نجم العطيات وضعت هذا البرنامج نظرت الى افضل ثلاث برامج بامريكا، وقامت وضع برنامج يضاهي هذه البرامج، بل أفضل من ناحية عدد ساعات التطبيق العملي. فعدد ساعات التطبيق العملي بأمريكا تتراوح بأمريكا من 480 ل 500. إحنا عندنا 512 ساعة تطبيق عملي، لأنه يعني زي ما بتعرفي التطبيق العملي كثير مهم للممرض، لأنه العلم النظري لحاله ما بيكفي. صحيح. يعني لازم يتكلل بالتطبيق العملي. طيب هلأ تمريض السرطان شو بيختلف عن التمريض الثاني مثلا العام؟ اللي بيختلف عن التمريض العام، حكينا التمريض العام هو بيكون متخصص. هلا تمريض السرطان انا متخصص بس في خصوصيه له مثلا؟ في خصوصيه بالضبط، انه انا الدراسه تبعتنا بتكون كلياتها متخصصه لمرض السرطان. احنا وبنتخصص جوا حتى مرض السرطان، ما بناخذ كل يعني كل واحد فينا بيتخصص بشغله معينه. في يعني زي سرطان الثدي، سرطان الرئه، هيك بالضبط. زي هيك. طب انت ايش عم تتخصص؟ انا بتخصص في شغله الكشف المبكر لسرطان القولون، لانه سرطان القولون هو السرطان الاول عند الرجال على بمستوى الاردن، وهو الثاني بعد سرطان الثدي بالنساء والرجال بالنسبه للاردن. هاي الاحصائيات للاردن، الارقام. بالضبط. طيب ست عليا كمان انا بدي اسالك هيك، حابه اشوف رايك. هلا انت تمريض نسائيه وتوليد في مستشفى البشير، بس هلا انت بتعمل ماجستير تخصص سرطان، ليش اخترتي؟ بصراحة إنه هذا يعني تخصص نادر، وهو الأوحد زي ما حكينا، هو الأوحد في الأردن في الشرق الأوسط. بعدين بخليني أتعامل مع يعني فئة من المرضى بحاجة لرعاية وعناية أكثر من أي حدا تاني. يمكن يعني هلا اللي خلاني إنه أنا أحب البرنامج أكثر، إنه يمكن هلا بنشوف المريض وبنشوف ابتسامته، يمكن ابتسامة مريض السرطان تختلف عن أي مريض تاني. انت عم تعاملي معاه؟ حاليا في المركز الحسين للسرطان عشان عم نطلع. بالضبط. شو اهداف الماجستير هذا اللي بتعملوه؟ هلا اهداف يعني اهداف برنامج الماجستير له اهداف متعدده، اهم اهدافه اعداد كوادر تمريضيه متخصصه متميزه مدربه مؤهله لرعايه مريض السرطان، بالاضافه تقديم خدمات متميزه للمريض وعائلته.
في عدة مجالات، من أهم المجالات هذه الكشف المبكر، العلاج بشتى أنواعه، كان علاج كيميائي، إشعاعي، بيولوجي، حتى زراعة النخاع والرعاية التلطيفية في المراحل الأخيرة، بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي العام لكافة فئات المجتمع، مو أخص يعني بس مريض سرطان، بالعكس إحنا بهمنا الكل إنه يعرف عنه. مظبوط، لانه احنا في يعني حديث مع الدكتوره نجمه خبرتنا انه لحد هلا في ناس بتواجهوهم بفكروا السرطان وراثي مثلا او معدي، يعني او معدي مثلا بالضبط. هلا يعني يمكن التاريخ العيلة مهم الواحد يعرف اذا في سرطانات في، بس أكيد. يعني حتى هلا طلعوا مثلا الذبحه الصدريه لها علاقه كمان بالعامل الوراثي، صح. او التاريخ العائلي المرضي بشكل صح. عام أكيد. يعني بس بيسوى الموضوع. وعلى كل حال شوفي الطبيب يمكن يجي راوند، انتم بتشوفوا يمكن يجي هالراوند 10 دقائق تك تك يخرطش الخرطشتين، بس انتم الموجودين انتم بتتعاملوا معه. طيب هلا انت بتتعامل مع أو بتشتغل في مؤسسة كتير حيوية، مؤسسة الحسين للسرطان أو مركز الحسين للسرطان، مش هيك؟ بالضبط. وإحنا بنعرف قديش هذا المركز يعني تجاوز درجة الممتاز الآن في التعامل مع مرضى السرطان، في إجراء العمليات. خبرنا عن التمريض بشكل عام كمان، قديش مستوى صار؟ يعني قديش لك تشتغل انت؟ سنتين؟ خمس سنين. خمس، ما شاء الله عليك. طيب اذا تقدر تقيم قديش مستوى التمريض السرطان كمان؟ مستوى التمريض بالاردن يعني متميز بشكل عام. بشكل عام متميز مقارنه، يعني اذا ما كان الافضل ان شاء الله بالوطن العربي، متميز. التمريض السرطان يعني هسه التوجه صار انه يصير في الاختصاص في تمريض بتمريض السرطان، ومنها اجت مبادره الجامعه الهاشميه. نعم. طيب نشوف الصور من الصور المبادره. من المبادرة. هذه المبادره اللي عملتوها مؤخرا. بالضبط، هي اللي عملناها مؤخرا. طب عندكم وقت انتم بتدرسوا ماجستير وبتشتغلوا، ما شاء الله عليكم. هاي عملنا حمله التبرع بالدم بالجامعه الهاشميه وقدرنا نتحصل على 108 وحدات دم. هذا بس الشعار، لو نشرح عنه شوي بس لو نخليه شوي صغيره. اوكي نرجع على الشعار لو سمحتوا. هي رجعنا، هلا هذا شعار حملتنا اللي احنا سويناه، النجمه من فوق معا لاردن خالي من السرطان. ان شاء الله زي ما صار خالي من شلل الاطفال، خالي من الحصبه، ان شاء الله يا رب. في النجمه من فوق اللي هو احنا كطلاب كنا نشكر دكتورتنا دكتورة نجمة العطيات، وفيها 12 زاوية هاي النجمة بتدل على محافظات الأردن، والألوان زي ما انت شايفي الخطوط اللي لتحت كل لون هاد بدل على نوع من أنواع السرطان. وزي ما احنا شايفين حاطين ايدين مش ايد واحدة عشان نشتغل مع بعض، والايد مفتوحة لانه احنا مين صممو؟ انتو صممتو برضو؟ احنا اللي صممنا، ما شاء الله عليكم. فاحنا شعب كمان جرافيك انتو يعني. وعشان نشتغل كلياتنا مع بعض لنكافح السرطان، وان شاء الله يكون عندنا اردن خالي من السرطان يا رب. ان شاء الله. طب هاي المبادرة يعني طلعتوا فيها هيك بايجابيات، طلعتوا بملامح ست عالية فيها؟ اكيد اكيد، يعني يمكن احنا بنحكي للكل أهم شيء بنفهمهم إنه الكشف المبكر هو عبارة عن وقاية، وقاية وعلاج أيضا يعني لأي مريض. بالإضافة إلى إنه إحنا في المبادرة هذه حكينا لمرضى سرطان وين أنت ممكن تروح. كان في عندنا عدة مؤسسات من خلال البازار عرفناهم عليهم، وين المؤسسة اللي بده يروح عليها، إيش هو بيحتاج، شو ممكن الوقاية منه، منع التدخين، زيادة الرياضة. كنا بنركز على هذه الأشياء بالإضافة إلى تحسين نوعية حياة المريض. يعني يمكن ما حدا بيهتم بهذا الشيء بالمراحل الأخيرة، بس بالعكس إحنا كنا مهتمين فيه، خاصة بالمراحل الأخيرة إنه حياته لازم تكون أحسن. ممكن تخفيف الألم بإعطاء العلاج اللازم. حتى إحنا هلا حاليا في عنا أي شيء اسمه الباليتيف كير اللي هو الرعاية التلطيفية، وفي الهوم كير إنه ممكن يطلعوا على البيوت إنهم يشوفوهم يرعوهم أي شيء هم بيحتاجوا، مو بس بالمستشفى برضو برا. احنا عم نشوف بعدنا صور من الفعاليات ونشاطات المبادرة اللي عملتوها. كانت وين؟ بالجامعة الهاشمية؟ كانت هي براس جاليريا. العين. حملة التبرع بالدم عملناها بالجامعة الهاشمية. بجاليري راس العين. بجاليري راس العين، وتحصلنا يعني الحملة كانت بالجامعة الهاشمية تبرع بالدم، وقدرنا نتحصل على 108 وحدات دم والحمد لله. بس هاي كانت بجاليري راس العين، كنا بدنا منطقة يعني تكون حيوية. شعبية. بدنا احنا نفيد الناس، احنا ما بدنا نروح يعني كنا احنا بدنا نفيد الناس. بدناش نروح فندق 5
ينجون. صح اكيد بدنا حدا منا بدنا نفيد بالضبط اللي يجوا احنا نفيدهم احنا بدنا هو الهدف منها شيء توعوي نزيد العدد والواحد كمان يجي ياخذ ارقام. طب هل من ضمن شغلكم عليا انه كمان انتم توعوا الناس يعني كتمريض؟ طبعا اكيد طبعا يعني بهمنا كثير انه اي مريض يعني عنده ريسك فاكتور اللي هي العوامل اللي بتزيد الوراثيه اللي بتزيد مرض السرطان انه احنا نحكي له روح اكشف، ما في داعي انك تخاف، ما في داعي للخوف هلا حاليا. كمان يعني باشياء كثير اي حدا ممكن احنا نشوفه بيسالنا بنحاول نجاوبه، اي معلومه بتخطر في بالنا ممكن نعطيها اياه للمريض، اذا كان انا عندي في النسائيه حتى في الشارع في اي مكان ممكن افيده اكيد بعطيه اياها. حلو كثير. هلا شوف احنا بتعرف استاذ محمد احنا عندنا يعني في ناس انا بعرف انهم مأمنين عندهم تامين صحي، يعني فحص الدم راح يكون مجاني. بقول لك انا عم بشعر هيك تقول لي لما مثلا روح اعمل فحوصات، بقول لي لا اذا عملت فحوص بيطلعوا عندي 100 شيء. طب هلا ما بدنا كثير كلنا بنخاف، عارفه بنخاف، وخصوصا هلا انت بتعرفي يعني دائما مربوط مرض السرطان بانه يعني مشروع ميت لا سمح الله. بس على كل حال لا في قصص نجاح كثيره والسرطان ما عاد مرض بخوف زي زمان. طبعا في تقنيات طبعاً حديثه، في كشف مبكر، في المرحله الاولى غير عن المرحله الثانيه، في علاج حتى مختلف. نسبه العلاج كثير يعني نسبه العلاج هسه كثير صارت يعني عاليه حسب انواع السرطان. في نسبه علاج انواع من السرطان بتوصل ل 90% و95%. في حالات الكشف المبكر عند النساء بتوصل يعني درجة الشفاء بتوصل ل 95%، سرطان البروستات في حالات الكشف المبكر بوصل كمان ل 85%. فهو شغلة يعني الوعي العام انه انت لما يصير عندك لما يصير واحد فرضا واحد داخ واحد صار يضل عنده نزيف ما يستنى على حاله، يروح يراجع الدكتور، يراجع يسأل اذا صار عنده اي شغلة معينة دائما يسأل. وشغلة مرض السرطان ما بخوف، يعني هو ما بخوف زيه زي اي مرض ثاني، كل الامراض الثانيه لها علاج. مزبوط لا واحنا لازم عندنا في ايمان بانه يعني الموضوع بيد الله سبحانه وتعالى، سواء كان عنده سرطان او ما عنده سرطان. على كل حال بدي ارجع لموضوع الماجستير في الجامعه الهاشميه. هلا ليش اخترتي انك تعملي ماجستير بشكل عام؟ يعني ما كان كفيك البكالوريوس، لانه شوفي المهاره هي ما بتكون بالدرجات العليا للدراسه، هي المهاره بتكون بقديش انت اكتسبتي التقنيه وقديش انت كنتي خبيره في موضوع التعامل، وهذا الخبره ترى بيعتمد على شخصك. صح اكيد يعني صح. في ممرض وفي ممرض، بس هذا الممرض متميز وهذا الممرض عادي مثلا، مش هيك؟ هلا في البدايه يمكن اول شيء طموح اي شاب وشابه في الاردن انه يطور من نفسه، يمكن هلا بالبدايه عم في الماجستير وان شاء الله نقدر نكمل للدكتوراه. تمريض الماجستير صحه السرطان اتاح لي فرصه كبيره انه انا اتعامل مع شريحه ما كنت شايفها، بالاضافه الى يعني كيف نحكيها هو تخصص نادر متميز فيه الخبره كثير حلوه. يعني نفسه سيدنا محمد اعطاني كثير خبره لقدام ممكن انا اتعامل معاهم مع مريض سرطان او مع اي مريض ثاني. خلال هذه خبرتي خلتني اكثر يعني اكثر بروفيشنال، اكثر مهنيه، وبالاضافه الى معلومات اساسيه. يمكن احنا بناخذ بس خبره، بس بالماجستير لا بيعطينا علم، بيعطينا انه هذا شو الاعراض، مفاتيح جديده كمان أكيد لعالم شو الاعراض المبكره، وين انه انا اشتغل، هاي المرحله الاولى، هاي المرحله الثانيه، خلاني اتعرف على هذه الشريحه من الناس بشكل اكثر، بصيروا اقرب للدكاتره كمان. هم كلها يعني فريق عمل واحد هو مزبوط بالاخر مزبوط. احنا فريق عمل، فريق التمريض بكمل عمل بالضبط، هو احنا فريق عمل بنشتغل لمصلحه المريض بالاخر، احنا كلياتنا بنشتغل. وايش اضاف لك الماجستير؟ هلا انتم سنه ثانيه صرتوا؟ سنه ثانيه ان شاء الله، يعني خريجين تقريبا بالضبط. هسا اللي اضاف لي برنامج التمريض السرطان هو غير من تفكيري وغير من العقلية اللي الواحد شغال فيها، انه العقلية انه انت اذا في بدك تسوي شغلة شو كيف تقدر تفيد فيها البلد. كنا لما نيجي نعمل بحث نقدمه للدكتورة نجمة فرضا، تقولنا اول شغلة تقول لك هذا البحث
هذا البحث كيف بدك تفيد فيه انت البلد؟ قابل للتطبيق بالضبط. مثلا كيف بدك تفيد فيه البلد؟ لا هذا البحث فرضا اللي تسووه السنه اللي قبلها، انا بدي بحث جديد، انتم خامات لانكم لسه العدد قليل، فانا بدي بحث يفيد فيه نفيد فيه البلد والوطن ان شاء الله. فهذا يعني دام تغيير العقليه والتفكير هو اهم من اهم الاسباب في دراسه برنامج الماجستير. يعني انتم رح تكونوا اول طلبه بالبرنامج هذا مش هيك؟ مش هو هذا الفوز هذا تقريبا حيكون الفوز الرابع كسرطان 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 الفوز الرابع. تخرج يعني اربع افواج وما شاء الله يعني الافواج اللي تخرجوا يمكن عشان هيك كمان تشجعتوا انتم لانه شفتوا النتائج معهم ايجابيه. انا اصلا ابن الجامعه الهاشميه كنت بالبكالوريوس، انا عارف شو التخصص يعني وعارف والكوادر التعليميه الموجوده ما شاء الله عليكم ما شاء الله عليكم. يعني ان شاء الله انتم دائما تكونوا انتم تكونوا النموذج الطيب للشباب الاردني اللي احنا بنحبه في كل المواقع، لكل واحد في موقعه هو وزن في موقعه له بصمته وتاثيره. ست عليا الناطور انا بدي اشكر حضرتك يعطيك العافيه وان شاء الله يعني بنبارك لكم بحصولكم على الماجستير. استاذ محمد شكرا جزيلا لحضرتك وصباحكم طيب. يعطيك العافيه.